الحمد لله، انا حاجه نقولها الحمد لله اللي الفريق رجع لمكانته الحقيقيه. نقول باللي اليوم وليد بن سعيده رجعت لمكانتها تاعها الحقيقي، ماشي طلعه، رجوع الفريق. احنا ان شاء الله كان عندنا تحدي ورجعنا الفريق لمكانته الحقيقيه. انا نشكر الانصار اللي في دار اللي يبغوا الفريق بلديه سعيده، الفريق يبغوه من القلب. نشكر السلطات على راسهم سيد الوالي المجلس الشعبي الولائي، المجلس الشعبي البلدي والبرلمانيين ورجال الخفاء، وان شاء الله نخموا الموسم القادم ان شاء الله. ونشكروا لهذا الانصار اللي جانا، صافي بليزي تشوف في هذا الانصار اللي جاوا كاع من اي حال قال احن الولايه، وهذه كاع الولايه لا فيتي ما نستاهلوش النيفو فيه، نستاهلو ناسيونالي ما مدى الشعب اللي جانا وهادو كاع. وما ننساش ثاني الوالده ربي يرحمها، وثاني ما ننسوش ثاني اخوانا غزه ربي يرحمهم ان شاء الله. ونشكروا كاع اللاعبين ستاف تكنيك ستاف ميديكال وعلى راسهم الوالي سلطات، ونشكروا كاع هذا الانصار اللي عاوننا. نشكروا ربي الحمد لله كما يقول لك ربي وفقنا توفقنا عند ربي سبحانه. ما ننساش ثاني الجمهور تاعنا من بدايه الموسم كان مساندنا. وثانيا نشكروا مسيو الوالي اللي كان واقف على كل كبيره وصغيره، مسيو البريزيدون تاعنا تاع ليكيب الحاج بلهزيل اللي حطنا في دي كونديسيون تاع خدمه. نشكر اللعابه اللي كانت كيما يقول لك ان سوفرونس في هذه لا ديفيزيون، باسكو ان ديفيزيون صعيبه بزاف، ما طلعناش غير كيما هكا. الناس كيما يقول لك خدمت وتعبت، هذا مجهود الضافر والناس شاهدت، والحمد لله ربي وفقنا في الاخر المطاف وحققنا الصعود في قبل المباراه هذه الاخيره. الحمد لله اليوم صعود رسمي للفريق تاعنا، ان شاء الله ندو هذا الرجوع الفريق، هذا ماشي صعود، هذه احنا رجعنا كانت كبوت جواد، والحمد لله اليوم رجعنا باش نرجعوا الفريق الرابطه الثانيه، ان شاء الله السعود يكون العام المقبل باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اولا عوده الفريق الى القسم الوطني الثاني، فريق بن سعيده فريق عريق يستاهل كل خير. شعور انا جد سعيد انني كنت على راس العارضه الفنيه لفريق بن سعيده، وشرف لي وفخر انك تكون على العارضه الفنيه لفريق بن سعيده، الفريق عريق وعنده تاريخ كبير. الحمد لله، واش نقولوا العوده هذه بفضل الرجال، بفضل الرجال تاع سعيده، خاصه الكوميتي ديريكتوار برئاسه الحاج بلهزيل اللي قام بدور كبير. ثانيا اللاعبين اللي قاموا بمجهودات كبيره، اضافه الى الطاقم الفني. جينا احنا رانا معروضين من الجزائر، اونسيان جوار سعيده، في 86 كان لنا الفضل باش طلعنا الفريق، واليوم عرضوني البريزيدون الكوميتي جايتك باش نحضر الحفله هذه، وجيت باش اوبانطون باش نكرم الرئيس تاعنا. اليوم فرحه كبيره بزاف، فرحه كبيره في ولايه سعيده، وسعيده ماشي المكانه تاعها ناسيونال دو، الناس يقول لك ولات بلاصه القسم الاول، ماشي ان شاء الله يضافروا الجهود ويكونوا رجال. والصلاه والسلام على رسول الله. هذه الامسيه هي امسيه تعتبر عرس رياضي في ولايه سعيده، الذي يثمن فيه صعود مولودية سعيده القسم الوطني الثاني بعد جهود كبيره من طرف طاقم المسير ديريكتوار، وكذلك من طرف سيد والي ولايه وهو مشكور على كل المرافقه منذ بدايه الموسم، الذي اعطى كل الدعم والمرافقه لفريق مولودية سعيده لكره القدم في كل تنقلاتها، في كل الدعم خاصه الدعم المالي، وقد كان الدعم المالي في وقته المناسب. وكذلك ننتهز هذه الفرصه لكي نهنئ فريق مولودية سعيده على الصعود للقسم الوطني الثاني. كان اليوم ماشي اليوم اللي ترسم الصعود، راه في مقابلتين قدام هذا اللقاء، هذا اللقاء كان استعراضي، ما كناش نحوسوا على الريزيطا، ولا كنا نحوسوا على الفنيه تاع لي جوار، وكنا نحوسوا ثاني الجمهور الحمد لله اللي جا، وين قسما بالله العلي العظيم لم يشت الجمهور وقعد يدير دمعه تحينت لي. واليوم نشكروا الانصار نتاعنا، ونشكر اولا السيد الوالي اللي كان استدير الدعم عند السيد الوالي كان، ونشكروا ثاني المجلس الشعبي، رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، ونشكروا النواب، وما ننسوش لي جوار تاعنا وين كانوا، استدير اي فريق يجي ند للند. ونشكروا ثاني الطاقم الفني والاداري والطاقم الطبي ان شاء الله،
ونتمنى ثاني ان شاء الله الصعود ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نشكر ربي على هذه الفرحه اللي كتشوف فرحه ما تنجمش توصف. الحمد لله على الصعود. التعب تاع عام ما راحش باطل. رانا ملي بدا العام نساكريف وطحنا ونضنا فتنا على بزاف لي زيطاب واعرين. ونشكر كاع اللي ساهم في هذا الصعود، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، بوبليك، هذا الله يبارك وين ما نروحو كان معانا. وشكرا ان شاء الله الفرحه تدوم على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم حققنا في الصعود، ونشكر الطاقم الفني والاداري، ونشكر ثاني لي سيبورتير الله يعطيهم الصحه اللي عاونونا كاع طيله الموسم، وان شاء الله ثاني مزيد من النجاح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انا كما شفتوا معنا اليوم اخر مباراه تاع الصعود، يعني اللي فرحنا الشعب تاعنا، وكنا يعني طيله الموسم يعني الناس تعبت، الحمد لله التوفيق جا من عند رب العالمين. واليوم كما قلت رانا احتفلنا قدام الجمهور تاعنا، يعني كانت مجهودات مبذوله من كل الاطراف. ونشكروا يعني الرئيس الحاج بلجين يعني واللي جوار، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال.